كاتبة الأستاذة هدى وهبة اتفضلي. الأستاذ خالد فني للصوت. طبعا أنا مهما أقول عن مصر ما يكفيهاش كلام وما بقولش شعر، أنا كتبت القصة. لكن عندي في قطعة كوبليه كده من وردة جزائرية لما بتقول شربت من كوسيها أعزب ما التويت وعشت في رحابها وفي ربوعها وفي ربوعها مشيت وعندما رأيتها نسيت كل ما رأيت أحبها وأحبها ترميمة وبيت. مش عايزة أكلم. أنا كان نفسي إن أنا أكتب شعر وأقول فيها كتير. مصر عظيمة فوق كل العظمة، أم التاريخ، أم الأصالة، أم الرجالة، ومصنع الرجالة. والحب اللي في قلوبنا كلهم يعني مهما عبرنا ما افتكرش إن إحنا نقدر نطلع مهما طلعنا ومهما قلنا جمال ومهما قلنا كلمات اللي في قلبنا أكتر كتير وأكتر بكتير أوي 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 وهتفضل لحد يوم الدين إن شاء الله عظيمة بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله. شكراً لكم أوي.